حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يقتحمون منزلي وزير الإعلام ووكيل محافظة مأرب بالعاصمة صنعاء. الموقع بوست يتحدث عن تفاصيل الحفلة الغنائية التي أثارت جدلا واسعا في اليمن. صحيفة واشنطن بوست تتساءل: ما الذي يمكن للمجتمع الدولي عمله في اليمن؟ موقع هاف بوست يعنون: أنت مخطئ إذا ظننت أن أسرتك كبيرة. أكوكو تزوج 130 امرأة وأنجب 210 من الأبناء. أهلا بكم. الحوثيون يقتحمون منزلي وزير الإعلام ووكيل محافظة مأرب بالعاصمة صنعاء. بهذا عنون موقع المصدر أونلاين، ليضيف في التفاصيل بأن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل وزير الإعلام معمر الإرياني في شارع 50 بالعاصمة صنعاء، ونهبوا وعبثوا بمحتويات ومقتنيات المنزل. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن الإرياني قوله: الميليشيا اقتحمت منزله بعد اختطافهم الحارس، وقاموا بتكسير الأبواب والنهب والعبث بمحتويات المنزل. كما اقتحم الحوثيون منزل عبد رب مفتاح وكيل محافظة مأرب الواقع في حي دارس شمالية مدينة صنعاء. وبحسب مصدر خاص، فإن عددا من عربات الأطقم وصلت إلى الحي بالعشرات من المسلحين الذين اقتحموا المنزل ونهبوا كل محتوياته. البنك الدولي منح اليمن ملياراً و200 مليون دولار في سنة واحدة، ذلك ما نقله موقع يمن مونيتور، حيث قال: وصل مجموع الدعم الطارئ الذي قدمه البنك الدولي لليمن إلى 1.19 مليار دولار خلال العام الماضي، إذ جاء معظم التمويل من منح قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا. وأعلن البنك الدولي أخيرا تقديم منحة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار لمساندة اليمن لاحتواء إحدى أسوأ نوبات تفشي الكوليرا في العالم. وستشمل حزمة المساندة المتكاملة التي تمولها المنحة الجديدة تدريب 7500 من العاملين الصحيين وتقوية القدرات المحلية لمعالجة حالات الكوليرا وتنقية إمدادات المياه بالكلور ومساندة واحدة من أكبر حملات التطعيم ضد الكوليرا والرامية إلى الوصول لملايين اليمنيين. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين والتي نقرأ منها: رئيس الأركان يلتقي قائد قوات التحالف ويؤكد استمرار معركة التحرير حتى استعادة الدولة. رئيس الوزراء يقول: سنرغم الميليشيات على الانسحاب من المدن والتخلي عن السلاح. ومن عدن: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في انفجار قنبلة. وفي حضرموت: قوات أمنية تداهم منزلا في تريم وتضبط عددا من المشتبه بهم في قضايا اغتيالات. في مقاله المنشور في يمن مونيتور: كل حرب لابد أن تنتهي مهما طالت. تحدث الكاتب الصحفي فتحي أبو النصر عن تبعات الحرب وما تخلفه من كوارث على السكان، وكيف أن المتحاربين يخلصون في النهاية إلى تسويات تمنحهم المشاركة في السلطة على حساب عذابات الأهالي. وقال الكاتب: كل حرب لابد أن تنتهي مهما طالت، هكذا يقول التاريخ، إلا أن إرث الحرب الأهلية بالذات لا ينتهي في نفوس المتضررين، خصوصا وأنه يصعب محاسبة الجماعات المتنازعة على جرائمها المرتكبة أثناء الحرب. والشاهد أن لعنة الحروب تظل تلاحق الذين أشعلوها على مستويي الضمير والأخلاق، في حين يستمر كل طرف في التذكير بجرائم الطرف الآخر فقط، ما يعني استخدام الضحايا كورقة للمزايدة والاستغلال. ذلك أن كل طرف في الصدام المسلح لا يستصيغ فتح ملف مستقل لضحايا هذا الصدام، حتى أن كل طرف فيه مهما بلغ نفوره من الطرف الآخر ستجدهما رويدا رويدا يفضلان العمل على تسوية تغض الطرف عن فظاعتهما الدموية. وباعتبار أن وقف الحرب بحد ذاته يمثل الإنجاز الأكثر أهمية الذي يجب التشبث به لا بغيره، ما لم فإن العنف سيستمر. ثم أن هؤلاء يعتبرون في هذا السياق أن النظر للماضي بمثابة مؤامرة عليهم،
وعلى مستقبل البلد، وبالتالي لا يمكن أن تطاق مؤامرة كهذه مهما رطنوا وأزبدوا ورعدوا بحق الضحايا في العدالة اللائقة. ما سبق يؤكد للأسف التاريخ الطويل للعنف السياسي الذي يفضي إلى حروب أهلية، بحيث تتوصل الأطراف المتحاربة وقد تورطت في جرائم حرب شنيعة كلها لتسوية تفاهمية توفر لهم المشاركة السلطوية بعد إيقاف الحرب، إلا أن ضحايا عنفها لا يجدون أي إنصاف فعال. يحاول موقع المشاهد نت الإجابة على سؤال من يقف خلف تصاعد الاغتيالات في مدينة تعز اليمنية، ويقول: يعطي تصاعد موجة الاغتيالات على نحو شبه يومي في مدينة تعز خلال الأشهر الأخيرة مؤشرا خطيرا على دخول البلاد فصلا جديدا من الصراع الدامي. مصدر إعلامي أمني في محافظة تعز ذكر أنهم رصدوا أكثر من 108 حالات اغتيال خلال أقل من عام، كان الضحايا في معظمهم أفرادا وضباطا رفيعين ينتسبون لوحدات من الشرطة والجيش. ومع ذلك أفاد المصدر ذاته أنه من خلال التحقيقات اتضح أن دوافع بعض جرائم الاغتيالات المسجلة كانت جنائية، لكن العدد الأكبر منها يمكن تصنيفها اغتيالات سياسية، يقول إن بعضها تم تنفيذه بمسدسات كاتمة للصوت. حيث يعد الانفلات الأمني والوضع السياسي غير المستقر في مدينة تعز وعدم وجود جدية في استعادتها من جماعة الحوثيين أسبابا رئيسية لتصاعد موجة الاغتيالات في تعز. موقع الموقع بوست قال بأن الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان اليمني أحمد فتحي وابنته بلقيس في القاهرة قبل يومين أثار جدلا واسعا في اليمن. انقسم اليمنيون إزاءه إلى فريقين، أحدهما يرى أنه أمرا طبيعيا والآخر وجد فيه استفزازا لمشاعر اليمنيين في ظل الظروف التي تعاني منها اليمن في الوقت الراهن. وخلال الحفل الذي أقيم في مسرح الصوت والضوء بسفح الأهرامات في الجيزة بجمهورية مصر، قدم الفنان أحمد فتحي والفنانة بلقيس العديد من الأغاني اليمنية والعربية بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين اليمنيين والمصريين ونجوم الفن الغنائي المصري والعربي. ولقيت تلك الحفلة انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت حولها الآراء ووجهات النظر، ما اضطر مسؤولين في الحكومة إلى تبيين موقفهم منها وتوضيح الكثير من اللبس الذي أعقبها. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دفع عن موقفه من حضور الحفل الغنائي، وقال في تصريح لأحد المواقع المحلية بأن حضوره كان تحت ضغط الإحراج وبدوافع أنه حفل خيري. وحول ذات الموضوع والتفاعل الواسع مع حفلة القاهرة، أصدر وزير الثقافة مروان دماج والذي حضر هو الآخر الحفلة الغنائية أصدر تصريحا صحفيا حول الحفلة، عبر فيه عن تقديره للمستوى الراقي لاحتفال القاهرة وعن العمل المميز للفنان أحمد فتحي الذي غنى لثورة 26 من سبتمبر ولثورة 11 من فبراير وعمل على تطوير الموسيقى اليمنية وتقديمها للعالم. وقال وزير الثقافة: رغم عدم مشاركة وزارة الثقافة في الإعداد لهذا الاحتفال، فإن الوزارة تسعى لإقامة مهرجان للأغنية والفنون اليمنية في كل عاصمة عربية. وأكد الوزير دماج على دور الفن في صناعة الهويات الوطنية وأهمية الآداب والفنون في العمل المقاوم وفي تشكيل الأسس التي تتوحد عليها المجتمعات. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ما الذي يمكن للمجتمع الدولي عمله في اليمن؟ صحيفة واشنطن بوست تجيب على هذا السؤال عبر مقال للمدير السابق لوكالة الاستخبارات القومية مايكل ديمبسي، والذي قال: الذين يتابعون أخبار الشرق الأوسط يقولون من المحتمل أن يسوء الوضع قبل أن يزداد سوءا، وللأسف فإن هذا يصف الصراع في اليمن. فبعد 3 سنوات من استيلاء الحوثيين على صنعاء وسنتين منذ بدء حملة تقودها السعودية لإعادة حكومة الرئيس هادي إلى السلطة، لا يزال الصراع يحتدم دون نهاية
في الأفق. من وجهة نظر الكاتب ديمبسي، فالمجتمع الدولي لم يستنفد جميع خياراته، ومن الناحية الواقعية فإن أفضل ما يمكن تحقيقه الآن هو سلسلة من حالات وقف إطلاق النار بوساطة دولية وتخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى البلاد، كما أن خططا لوضع ميناء الحديدة الذي تتحكم به جماعة الحوثي حاليا تحت إدارة الأمم المتحدة ستؤدي بالتأكيد إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الضرورية. أما عن الرؤية الأمريكية فقال المسؤول الأمريكي السابق، صناع القرار الأمريكيين يريدون تحقيق التوازن بين استهدافهم لمقاتلي تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية مع مخاوف دولية مشروعة بشأن إصابات المدنيين الناجمة عن النزاع. واختتم ديمبسي بالقول، السخرية المحزنة في الصراع هي أن كل طرف من الأطراف المتحاربة يعتقد أن الوقت يقف إلى جانبه، أما فيما يتعلق بالشعب اليمني فإن الوقت ينفد. صحيفة العربي الجديد نقلت عن قائد القوات البرية السعودية الفريق فهد بن تركي إعلانه أن المعركة التي يخوضها التحالف بقيادة بلاده ماضية حتى تحقق أهدافها. جاء ذلك خلال لقاء عقده قائد التحالف فهد بن تركي في الرياض مع رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء طاهر العقيلي، والذي عين منذ أيام خلفا لمحمد علي المقدشي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن فهد بن تركي أنه أكد خلال اللقاء استمرار الدعم السعودي والعربي لليمن عسكريا وأمنيا واقتصاديا بما يحقق مصلحة المواطن اليمني. رئيس الأركان في قوات الجيش اليمني طاهر العقيلي قال خلال اللقاء، إن معركة التحرير ماضية في طريقها حتى استعادة الدولة وتحقيق تطلعات وأحلام اليمنيين في حياة كريمة وآمنة ومستقرة. وفي الشؤون بعد الخلافة داعش يهلك والتحالف ضده يتشاجر، حمل هذا العنوان تقرير ورد في موقع The Economist والذي جاء فيه أيضا، على ضفاف نهر الفرات في منتصف الطريق بين دير الزور والحدود السورية مع العراق تقع دور أوربوس، وهي مدينة قديمة حيث انشق بارثيون الفارسي عن الإمبراطورية الرومانية من أجل السيطرة على الشرق الأوسط، ويبدو أن التاريخ يكرر نفسه الآن في تلك البقعة أيضا. فبينما يهلك تنظيم داعش تسابق قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل تأمين نفس ذلك القطاع من النهر قبل أن تسيطر عليه إيران وحلفاؤها. لم يكن للولايات المتحدة وحلفائها في أي وقت مثل هذه السيطرة في الأراضي السورية، ولكن مثل أسلافهم البارثيين تمتلك إيران وحلفاؤها اليد العليا، ويندفع الجيش السوري المدعوم من قوة القدس الإيرانية التابعة للحرس الثوري والميليشيات الشيعية والقبلية ليطبقوا على دير الزور بمساعدة الغطاء الجوي الروسي. وفي الشمال وصلت هذه القوات إلى الضفة الجنوبية لنهر الفرات، مكاسب إيران أكثر إدهاشا في أماكن أخرى. ففي لبنان يمتلئ حزب الله ميليشياها الشيعية اللبنانية بالحماس لطرد مقاتلي تنظيم داعش من البلد، وفي شمال غرب العراق تبدو ميليشيات الحشد الشبابي أو وحدات الحشد الشعبية الشيعية المدعومة من إيران في صعود. وأبعد إلى الجنوب يبدو أن آمال الولايات المتحدة في وقف التقدم الإيراني عبر محافظة الأنبار قد أحبطت أيضا. ليست الولايات المتحدة وإيران على وشك البدء في قتال بعضهما بعضا بشكل مباشر، فبعد سنوات من التنافس على سوريا وافق الأمريكيون على إنشاء مناطق عدم التعارض مع الروس، وفي العراق قامت الولايات المتحدة وإيران بتنسيق حملاتهما المناهضة لتنظيم داعش إلى حد كبير. لكن هذا كله يمكن أن يتغير بمجرد أن تفقد هذه الأطراف عدوها المشترك. شابان يوثقان انتحارهما على مواقع التواصل في مفاجأة صادمة، هذا ما قالته صحيفة البيان، والتي أضافت، صدم الشابان المصريان حازم عبد المنعم وشريف قمر متابعيهما وغالبية مستخدمي مواقع التواصل بتوثيق لحظات انتحارهما. الشابان أعلنا عن انتحارهما، فاعتقد البعض أنهما يمزحان ويروجان لذلك
من باب التهديد، لكنهما نفذا ما تعهدا به وتحولت صفحاتهما لسرادق عزاء. الأول والذي يدعى حازم يعمل مشرف مبيعات بإحدى الشركات وتخرج من كلية التجارة في جامعة بني سويف، وفي ثاني أيام العيد فوجئ متابعوه على فيسبوك بالتدوينة التي أعلن فيها قرار الانتحار بسبب خلاف على الميراث. أما الحالة الثانية فهو الشاب شريف قمر، وهو طالب بكلية طب الأسنان، يبدو أنه كان يعاني من أزمة نفسية حادة، حيث بث فيديوهات له قبل أيام يتحدث فيها عن الانتحار وظروفه وطرقه المتعددة. إلى موقع هاف بوست والذي كتب: إذا كنت تظن أن عائلتك كبيرة فأنت مخطئ، أو حتما أنك لم تسمع من قبل بأسرة أنسونستوس أكوكو. يضيف الموقع: الرجل الذي أطلق على نفسه اسم أكوكو الخطر قائلا أن لا أحد يمكنه مقاومة وسامته، تزوج من 130 امرأة وأنجب 210 من الأبناء والبنات. الجدير بالذكر أن الرجل الإفريقي بدأ ماراثون الزواج في سن 22، وقد طلق 85 زوجة وأبقى 45 على ذمته. وفي حادثة غريبة من نوعها أشبه بفيلم هندي، قالت صحيفة القدس العربي بأن زوجين هنديين سافرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأديب زوجة الابن، حيث قاما بضربها بعنف ما ترك آثارا في جسمها. وفق صحيفة واشنطن بوست فإن الزوجين تركا منطقتهما في بنجاب الهندية وسافرا إلى بلدة في ولاية فلوريدا حيث يعيش ابنهما مع زوجته لضرب الكنة. الشرطة قالت إن سيلكي جايند تعرضت للضرب المبرح، وقالت إنها تلقت تهديدا بالذبح من قبل حماها الذي ضربها مع زوجته. وفي الشؤون العربية والدولية نطالع مقالا بعنوان: انتهاك الإنسان في ميانمار. كتبه في العربي الجديد الكاتب الدكتور أنور الجمعاوي، تناول فيه مأساة الروهينجا في ميانمار، وجاء في المقال: أدمتهم الدروب وأنهكتهم النوائب وتقطعت بهم السبل وسكنهم الخوف وكدهم البحث عن الأمان. إنهم تقدموا وجدوا جبال البنغال العالية والغابات الكثيفة والأنهار الهادرة ورشاشات حرس الحدود البنغالي أمامهم، وإنهم تراجعوا أدركتهم نيران جيش ميانمار الرهيبة ودهستهم آلته العسكرية الدائمة. كذلك وجد مسلمو الروهينجيا أنفسهم مخيرين بين أمرين أحلاهما مر، تركوا خلفهم إقليم أركان الذي سكنه وعمره أجدادهم منذ قرون خلت، فحولته الميليشيات البوذية الطائفية المتعصبة إلى كومة ركام ورماد. فلم يكف المتطرفون البوذيون وعسكر ميانمار أن يعاملوا مسلمي الروهينجيا بطرائق عنصرية مهينة، بل تجاوز ذلك إلى التضييق عليهم وقطع أرزاقهم، وجدوا في تشريدهم وقتلهم ودفعهم إلى الهجرة القسرية نحو البلدان المجاورة، وهو ما أفادت به تقارير متواترة صادرة عن منظمات حقوقية موثوقة. تفيد إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة بأن حوالي 100,000 من مسلمي الروهينجيا فروا خلال الأيام العشرة الأخيرة من جحيم الحرب التي تشنها الطائفة البوذية والجيش في إقليم أركان، وعبروا الحدود إلى بنغلاديش، وهم الآن بلا مسكن ولا مورد رزق قار، ولا تصل إليهم المساعدات الغذائية بانتظام، وتتهددهم مخاطر المجاعة وانتشار الأوبئة. والظاهر أن الأغلبية البوذية إذ تفعل ما تفعل وإذ تقتل من تقتل من المسلمين الروهينجيا تظن أنها تتعبد بما تفعل وبمن تقتل، وتحسب أنها بذلك تحمي وحدتها الطائفية من خطر الأقلية المسلمة التي لا يتجاوز عددها حدود 1,200,000 نسمة، ولا تمثل سوى 5% من مجموع السكان. وقد تعزز هذا التوجه العنصري المتطرف في ميانمار مع ظهور حركة 969 القومية البوذية سنة 1999، التي تأسست على مبدأ التخويف من الإسلام والدعوة إلى مقاطعة المسلمين وعزلهم ونبذهم من النسيج المجتمعي. صور ساحرة التقطتها عدسات المصورين لصحيفة الديلي تيليغراف من مختلف أنحاء العالم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.